السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم في شرح مبسط لدرس الضمائر. Pronouns الضمائر. What is a pronoun؟ ما هو الضمير؟ A pronoun is a word used in place of a noun or a person. الضمير هو كلمة تستخدم لتحل مكان الاسم أو الشخص. A pronoun is a word used in place of a noun or a person. الضمير هو كلمة تستخدم لتحل مكان الاسم أو الشخص. What are the subject pronouns? The subject pronouns are 7. I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they, he, she, it. I, أنا. I, أنا. You, أنت. أنتي. أنتم. أنتما. أنتن. We, نحن. We, نحن. They, هم. They, هم. He, هو. He, هو. She, هي. It, هو لغير العاقل. أنا ضمير متكلم للعاقل المفرد. ضمير متكلم للعاقل المفرد. You, أنت. أنت. أنتم. أنتما. ضمير مخاطب للمفرد والجمع. نحن ضمير متكلم للجمع. They, هم, ضمير غائب للجمع. He, ضمير غائب للمفرد المذكر. She, هي, ضمير غائب